شنو قلتي شريفة؟ داك جاو باش يداو داكشي ديال سرق الزيت والبودره داكشي، اها وما بغاوش يخرجوني. قال لك قال لي عيالات كلشي خرجوا، هيتوما اللي عندهم رجليهم مزيولة دم خرجوا، انا ما قادرش نخرج. قال لك غنداوي وحدك، دواء وحدك، وهاد البنيه كاينه هنا. اه قال لك يخليها ما عندهم ما يوقع لها. لا حول ولا، قال لك ما هكا بحال هكا. قال لك يخليها. قلت له علاش انت داير لك ما عندهم ما يوقع لك؟ اها لو انا وبنتي وقعنايا واخا انا ما تنقدرش نوض ما نبقانا يعني، واصل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واخا اسمح لي، يعني البيت دابا اللي كاينه فيه هاد السيده، شوفوها انتم كتشوفوا، شوفوا الخميه اللي عطيناها، اما واش حاشاكم واش الغائط هذا ولا شنو؟ والله ما عرفت ريحه الخنز. ها هو يعني هاد البلاصه كلها مسخه. كان عندك وفوز، انا ما عرفتش كيفاش اليوم الصباح تحيدوه ليه الكوافوز، لانهم قال على حوايجها. شوف الماكله كيف حاطينها. لا اله الا الله. واخا بغيت نمشيو دابا هنا للطواليط باش تشوفوا حتى الطواليط يعني كي دايره السيده، راها يعني هي وبنتها في البول، وريحه البول. وها انتم ها ليكوش، يا ربي السلامه، لا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمك. ها انتم كتشوفوا يعني الحاله كيفاش دايره، انتم كيفاش كتشوفوا انتم ريحه البول وريحه خانزه. يعني ما خافوش على هاد البنيه هادي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هاد البنيه هادي ما خافوش عليها.